مرحبا بكم الحبيبات، الكوين راه ولات مقدمه قدها طويله. شكون اللي بعث لي ارون؟ روحوا نقرا جوج. شكون اللي بعث لي ميساج؟ نوتيفيكاسيون تاع فيسبوك، انفيتاسيون. وعد الحب راه جاي. شكون؟ قرعجوا شويه. قبل ما ندخل نهضر في الموضوع تاع اليوم، حبيت نقدم لكم شكر كبير 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 كبير، غير ربي اللي عالم به قد هذا الشكر داير، على الدعم اللي عطيتوه لي في اخر موضوع حكيت فيه. كيما عبالكم يعني اللي متابعيني عبالهم بلي اخر موضوع اللي حكيت فيه هو موضوع تاع الطلاق تاعي، المشاكل الاجتماعيه العائليه، حياتي في الخدمه، صوالح اللي عانيت منها، وحكيت لهم يعني كيفاش كنت وكيفاش وليت وكيفاش قدرت نوض على كرعيه وكيفاش كومباطيت، كيفاش وصلت الحاجه اللي راني بغيتها في مده قصيره. يعني اخوك يقول لك مضطرا اخوك لا بطل، هذه هي الحاجه اللي كنت طايحه فيها. والبنات كشغل الحلو اللي قربهم عطوني دعم كبير، كشغل تعاطفوا معايا فريمون، كشغل كلمات تاعهم اثروا فيا، زادوا فيا النص، عطيتوني ثقه اكثر من اللي كانت عندي، عطيتوني قوه اكثر من اللي كانت عندي. حسيت انه كشغل انا انسانه مامنه باللي ما لازمش الانسان يحكي الضعف تاعه، باسكو كشغل غادي ما غادي يحس بيه غير ربي وحده، ما فاهم كيفاش. بصح شغل اللي حكيت لكم بالعكس، بالعكس وريتوا لي بلي لا حكينا احنا رانا معاك، رحنا نحطوك طاقه. وصراحه يعني بزاف صحيتوا بالبزاف، يعني حاجه صحيتوا بالبزاف. يعني شوفوا انا كي حكمني ستريس شو ما نوليش نعرف نهضر، نولي غير كلمه هي نعاود فيها. صحيتوا بالبزاف، صحيتوا بالبزاف، تتلفلي الهضره. وحاجه اللي يعني توشاتني اكثر هي انه صايب وانا فت فيها وراني عايشه وراني مكمله حياتي. بصح كاين بزاف بنات كشغل مرطلق تاعهم مازالهم يعانوا من نفس الاشياء اللي انا كنت نعاني منها، ما لقاوش الدعم العائلي، ما لقاوش الدعم المعنوي، ما لقاوش الدعم المادي. تحتاجي دعم مادي كبير في الحياه هذه باش يقدروا يكملوا حياتهم. وكانوا يحكوا لي هكا في تعليقات المشاكل تاعهم. وحاجه تعجبني اكثر لما نشوفكم نتوما ثاني تردوا على بعضاكم، كشغل نحس بلي كاين مجتمع راه يتابع فيا. المهم حبيت نقول لكم صحيتو بالبزاف، وراني هنايا نحاول ندير جهدي باش نعطيكم الحاجه اللي راكم محتاجينها، واني نشارك معكم حياتي اكثر واكثر. يعني ثم بالطريقه تاعكم بالمحبه تاعكم كي شغل درتوا لي كوراج باش نشارك حياتي اكثر. وراني حكيت بزاف، هذه كاع ماشي مقدمه تاع فيديو باسكو مقدمه طويله قد السخط. المهم هذه هي حاجه اللي حبيت نقولها لكم. ما كان بزاف بنات قالوا لي ديهي حكي لنا اسباب تاع الطلاق تاعك وعلاش واش صرا. شوفوا يا حبابي يا حباب قلبي، خواتاتي، الناس اللي راهم يتبعوا فيه اللي عزاز على قلبي، النهايه اخلاق. يعني مش من الاخلاق انه ترى لك مشكله مع انسان تروح تحكيها لكاع الناس، عيب عيب ما جاياش. ومشي انا الانسان اللي ندير كيما هكا شهوة. لا انا فهمتهم، فهمت علاش كانوا يقولوا لي هكاك، كانوا يقولوا لي حكي لنا باش حنا ثاني نتعلموا من التجربه اللي طحتي تيا فيها، باش صالح مثلا اللي وقعوا لك انتيا ما نعاودوش حنايا نطيحوا فيهم ونعيشوا نفس التجربه باش يحسوا روحهم باش يتعلموا من هذيك التجربه اللي فاتت عليا انايا. على بها الفيديو تاع اليوم كشغل قلت سيفري علاش لا، علاش ما شاركش معاكم مثلا صفات انا اكتشفتها في الرجال، مالغري حنا يمكن هاد الصفات نعرفوها، بصح شو حاجه تكوني تعرفيها وحاجه تعيشيها ماشي كاع كيف كيف. اما انا اليوم جيت نحكي لك على واحد المواصفات، واحد الامورات كيما هكا لقيتيها في اي راجل، ارفدي روحك وهربي. مايش قاش تقولي لا تلعبيها طبيبه نفسيه، تقولي لا نسي نصلحه، نسي نسقمه، هذا هو الحب، الحب لما تحب انسان تحبه بكل عيوبه. يا بنتي يا العمر يا الكبيده، كون جا ما تقديش تساعدي انسان ما راهش يحب يساعد نفسه، هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه درك هو كوجا باغي يساعد نفسه صح، كون راه صلحها قبل حتى ما يتلاقى معاك، فهمتيني كيفاه؟ كون هو دوك الصوالح اللي فيه صلحهم حتى لي ما قبل ما يتلاقى معاك. المهم هذا الموضوع راح نحطه في عيد الحب، يعني درته لكم شوف سبحان الله شغل ديجا كنت باغي نحكي لكم فيه وجا عيد الحب سما سواسوا نهضروا على الحب ونحطوه في عيد الحب. اي حاجه واخد اخرى تانيك قبل ما نبدا في الموضوع تاع اليوم هي تلقاوها في الموقع تاع queen.com. بمناسبه عيد الحب حبيت ندير لكم هديه مني ليكم، هذه الهديه باش نعبر لكم على الحب تاعي، وهذه الهديه هي هديه تاع عيد الحب، وهذه الهديه على الدعم اللي قدمته لي. يعني على بسبب الدعم اللي قدمته لي تستاهلوا اني نقدم لكم الافضل، على بها راح ندير لكم تخفيضات هايله
هايله في الموقع. معناها الا بغيتي تعرفي هاد التخفيضات اللي غادي ندير لكم روحي للموقع وشوفي، يمكن الحاجه اللي راهي عجباتك ولا تلقيني دارت لكم عليها التخفيضات. كاين شي صوالح راح تلقاوهم باللي ما كانش لانه كملوا من ستوك، شغل ستوك اللي كنت دايرك وصنع كونتيتي كملت، شغل البنات كاع كملوها، تما رانا عاد نعاودو نصنعو فيها، رانا عاد نصنعو في ستوك جديد تاعها. المهم هادو هما الصوالح اللي حبيت نقولهم لكم. اما دركا خلوني نحكي لكم في المهم. شوفوا عبالكم راني متوحشتكم وراني نجي خطره في بوزمان كيما يقولك، راني نجي خطره في الشهر ولا تما اللي شفتوني نحكي هكا بزاف ولا لا غالب باسكو نحبكم ونبغي نفرغ لكم قلبي ونبغي هكا شغل الوحش، الوحش هذا يدير هكا الوحش. سبوس تلقوني نهضر بزاف كيما عبالكم دركا اني نهضر معاكم، اما تراني نهضر في روح نهضر في قلبي قاعده نقول مقدمه قدها طويله. شكون اللي بعث لي قارو؟ روحوا نقرا جوج. شكون اللي بعث لي ميساج؟ نوتيفيكاسيون تاع فيسبوك، انفيتاسيون، وعد الحب راه جاي. شكون قرعجو شويه. الصفه الاولى وهي الكذب، تلقيه الناس عايشه بالماكله هو عايش بالكذب، كي شغل كل ما يكذب فيه هذاك النهار ما يحس روحه اليز، يحس روحه بلي راه مريض، راه خاصه تا حاجه اللي ناري يكذبوه يتقلق. هاد الانسان تلقاه ماشي يكذب عليك انتيا، يكذب عليك، يكذب على دارهم، يكذب على لافامي، يكذب على الجيران، يكذب، يمشي ويكذب، عايش بالكذب. هذاك هو الغذاء الروحي تاعه، باسكو حنايا الانسان كيما عاد كان الجسد تاعنا حنايا عنده غذاء اللي هو الماكله والشراب، الروح تاني عندها غذاء، هو الروح الغذاء غذاء الروحي تاعه هو الكذب. يكذب علاش؟ يكذب باش يبين روحه باللي هو حاجه. انا كيفاش شغل باش يعطي، باسكو هو والو يبغي يعطي فالور، يعني يعطي قيمه اجتماعيه لنفسه. تلقاه يقول لك باللي انا جاتني شعل اوكازيون في الحياه وما درتش هادي وما درتش هادي، انا منش تلقى شوفي تلقاه يكذب في كل كبيره وصغيره غير باش يطلع النيفو تاعه باه يولي بان حاجه زعما كيما هكا. تلقاه يقول لك باللي باللي هو يعاون، باللي هو ناس مليح، باللي هو راجل خرج مع هادي راجل ودار هادي ودار هادي، باللي هو كذا وكذا، باللي هو راح حاب يدير صوالح. شغل يعيش في الاوهام، شغل علاش عام امن روحه، شغل يكذب على روحه مش يكذب عليك، يكذب على الناس وعليك وعلى روحه ومامنها نورمال. شغل تالمو مامن الكذبه تاعه انت وتامنيه. تلقاه يقول لك بلي انا كنت باغي ندير حاجه فلانيه وراني خطط لهادي وراني خطط لهادي، وعنده بزاف مشاريع في راسه، المشاريع تاعو ما يكملوش. شوال هذا غير كذب، غير وهم، غير وهم. في الواقع كي تجي تشوفي ما تلقاي والو، فهمتيني كيفاه؟ شغل هكا انسان عايش بكذب. ودير في بالك حاجه، يا العمر يا الكبده يا العزيزه تاعي، اللي يكذب عليك خطره يكذب عليك ألف خطره، فهمتي كيفاش؟ معناها انسان لافت فيه يكذب عليك لازم قيمته تطيح من عينك، ما توليش تعامليه بنفس الطريقه اللي كنتي تعامليه بها من قبل. هذه حاجه مهمه. حاجه اخرى ما عدا الكذب، عايش بالاعذار. مش معناها عايش بالاعذار، معناها انسان كشغل يبين روحه بلي هو الفيكتيم، هو ضحيه. مثلا كون يقول لك شتي نهار الاول كنت عايزه نقولي له قال مثلا يقول لك انا كنت باغي ندير حاجه فلانيه وفلانيه اي وما ينجحش فيها. لا غالب انا كانسانه كاين صوالح ننجح فيهم كاين صوالح ما ننجحش فيهم، هذه هي الحياه عادي. كاين صوالح نغلط فيهم كاين صوالح نديرهم نيشان، هذه هي الحياه، نتعلموا من الحياه. بصح هو لا، هو ما يبغيش يعترف باللي غلط. هو كي شغل يلقى لك باللي كنت تقصي على حاجه علاه ما بدلهاش في حياته ولا على حاجه ما دارهاش ولا على خدمه ما راهش يخدم في حاجه واخد اخرى، ولا يجبد لك المجتمع، الدوله، الدار، يجبد لك فرنسا، يجبد لك الماسونيه نورمال. ماسوني ما بغاش ما بغاتش يخدم مثلا نورمال. هاي ربي شرانا العين وشرانا العين وشرانا العين وشرانا العين يا عجيانه. شو يلقى لك سبب، وهاد الاسباب كاع باش يبين روحه باللي هو ماهوش السبب تاع هذيك المشكله، وهو نفسه هو نفسه مشكله. شو هو نفسه مشكله بصح لا يلعبها لك ضحيه. اما شو يلقى لك عذر لاي حاجه، مثلا تطلبي منه حاجه ولا تقولي ولا المهم على تسقسي على اي حاجه ولا تطلبي منه حاجه ولا حاجه صرات بيناتكم يدير لك اعذار وغادي يقنعك بهم. غادي يقنعك بهم، كوني متاكده من عندي باسكو انا صرات لي شعما خطره ماشي خطره بجي زوج، يقنعك بهم نورمال قلت امني طيحي على راسك عادي. حاجه الثالثه واللي هي اخطر حاجه هو الانسان اللي يتغذى على التعاسه تاعك
وهذه ركزوا لي معاها غايه الغايه. واش معنى هذه انه انسان يتغذى على التعاسه تاعي؟ واش معنى انه الانسان يتغذى على الالم تاعي؟ شوفي الامر، شوفي الكبيده، هو كي يكون يحكي معاك راح يخليك تتوهمي بلي هذا الانسان يبغيك، صح؟ يوهمك في الاول، غير وهم، خليك تامني، قريك الامان، تامني بلي هو بصح يبغيك، راح يخليك تامني بلي هو باغيك تكوني انسانه ناجحه، وراح باغيك يشوفك فرحانه، يقول لك اصوات حليتيه راكي باغيه تسمعيهم. هذا الانسان، هذا النوع من الاشخاص يدرس الانثى، يعني يعرف الانثى اش تحب اش ما تحبش، اش هما الصوالح اللي تحلم بيهم في الانسان اللي في شريك حياتها، يعني كحد الصوالح هو دارسهم في الانثى، يعرف كيفاش يلعب لك على الاخلاق تاعك، يعرف اش يلعب لك على المتطلبات تاعك. هذا الانسان مثلا حاجه اللي يديرها بزاف هي انه يحطم، يكشل، يطيح من القيمه تاعك في عينيك، شغل يخرب لك في الثقه تاعك في النفس. معناها انت يكون ديري حاجه وتكوني فرحانه بها، ما يبغيش يخليك يشوفك فرحانه بها. هو راه يقول لك بلي راني فرحانه على جالك، بصح الصح ما راهوش فرحانه على جالك، غادي يلقى لك مشكله باه انت تكوني تعيسه. هذيك الحاجه اللي درتي، هذاك الانجاز اللي درتيه ما غاديش تخليك تحسي به، ما غاديش تخليك تحسي بالانجازات تاعك. يعني مهما كانت حاجه درتيها مليحه راح يشوف كيفاش يبدلها لك ويرجعها لك بلي حاجه ناقصه، لا خصها كذا خصها كذا. ما تحسيش كاع كيفاش. شوفوا انا انسانه ما نعرفش تلعب بهذا، يعني مانيش خبيثه، ما نقدش نوصف لك الناس الخبثاء كيخمو، بصح نقدر نشارك معاك الاكسبيرينس تاعي، فهمتيني كيفاش. المهم انا راني ننصح فيك ونشارك معاك هذوك الصوالح، شاولا انت حليلي ودنيك وخمي كترى لك حاجه ولا تفكري بالك هادي بالك هادي، وديري حساباتك، ما طيحيش غير هكا على وجهك كما يقولوا. هذه حاجه، يعني مهما كانت الانجازات تاعك راح ما يخليكش تفرحي بهم، وراح يقالك حاجه باش تكوني تعيسه، و راح يقلل من القيمه تاعك في نفسك، فهمتيني كيفاش. مثلا كنت تكوني انت لابسه هكا شابه وفرحانه وعباكي بلي راكي شابه، قادر يقول لك كون درتي شعرك هكا كون جاك خير. ما تقدرش تقول لي راكي شابه وتبلع فمك خويا، لا، هو لازم يكريتيكيك، لازم يقول لك حاجه باش السعاده تاعك ما تكونش كامله، باسكو هو من الداخل انسان ماشي سعيد. سما كي يشوفك سعيده كشغل غير منك، ما يحملش يشوفك انسانه سعيده، لازم تكوني تعيسه، وهو كي يشوفك تعيسه هو يولي سعيد. شغل السعاده تاعك تعتمد على التعاسه تاعك. هذه حاجه. حاجه واحده اخرى واللي ثاني يعني خطيره، اللي هي انه بايتم نتوما راكم دابستوا على حاجه، ولا هو كون يدير لك كادو في عيد الحب مثلا، ولا يدير لك كادو في لانيفيرسير تاعك، ولا راح يجبدها لك، راح يبدا يمني عليك، راح يلعبها لك باللي هو دار على جالك ودار 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 وضحى على جالك ومنه، هو ما داير والو. تلقاه دار لك حاجه مانيش عارفه اش هي، لا جبدها لك زعما باللي شوفي انا راني ندير على جالك. كي تشوفي شوفي الصح تلقاه باللي هذوك حقوقك يا ولد الناس، هذوك صوالحي حقي، سي نورمال ديرهم على جالي. لا، هو راح يبين روحه باللي هو البطل، فاهمه، وباللي راه يضحي على جالك، وفي الحقيقه هو راه يمتص في الطاقه تاعك، ما راه يدير والو على جالك. غير خليك مامنه بهذوك الصوالح. حاجه واحده اخرى اللي هي مثلا نتوما راكم تناقشوا كيما هكا زعفتوا، يا الناس خاوه يدابزوا، الكوبل يدابز، المصارين في الكرش يدابزوا، هذه حاجه عاديه، بصح شو هو لا دي فوا دبزه توري لك بزاف صوالح. انت كي تكوني تهضري معاه في موضوع معين هو زيرو في عقله، سما ما غاديش يسمع لك انت اش راكي تقولي، باسكو هو ما صاي، هو عقله مبلع، ما راهش همه انت واش راكي تشكي من حاجه راكي تشكي منها، هو راه يحوس يشرشي لك كاش كلمه قلتي هادو، يقول لك قلتي عليا، خلي لك غير الهضره تاعك، يكذب الكلمه اللي عجبته هو ويصنع لك من حبه قبه، ويرجعك انت هي اللي مش مليحه، وانت اللي قلتي عليا كذا ودرتي كذا وري. يا ربي شراني العين وشراني العين وشراني العين وشراني العين، يا وجي يا وجي يا وجي يا وجي، شراها هي رفده هاد الدنيا، شراها هي رفده هاد الدنيا. وشاكي هو يجبد لك ديك الكلمه ويصنع لك من حبه قبه ويرجعك انت هي الغلطه، هو غلط بصح يرجعك انت هي الغلطه، فاهمه كيفاش. شو انت يا غلطتي، الله يسهل، هو ما يغلطش عبالك انت اش ديري، انت موتي ناس ملاح وعلى نياتك، تولي انت ديفوندي على روحك، تولي انت ديفوندي على روحك باللي لا ما رانيش غلطك. شو يبدل لك كاع، شوفي قلب لك كاع الطابله، بدل لك كاع الموضوع، وليتي انت دركا ديفوندي على روحك، تحاولي تبيني البراءه تاعك باللي لا شوفي انتيا راكي دايره في راسك باللي هو فهمك غلط، بصح هو ماشي فهمك غلط، هو بالعاني راه يدير فيها باش يتهرب من هذاك الموضوع. حاجه اخرى باش يخرج من الدور انه تاع ظالمك الى دور انه هو اللي راه مظلوم. وكل ما انتيا تدافعي على روحك باللي لا راك غلط، ماشي كيما هاكو تسيي تفهميه باسكو النيه تاعك مليحه، راك تسيي تفهمي فيه، هو يزيد يحرم
بالعاني تاني كراه يدير لك فيه. هاد الانسان كل حاجه يديرها هو مخطط فيها، مخطط لها، ما كاش حاجه اسمها سوء تفاهم عنده، هو راه فاهم غايه الغايه وراه عادي بكل شيء، بصح بالعاني راه يدير فيها. شغل هذيك هي السعاده تاعه. ونقولوا مثلا زعما تركها عليك، شوفي شوفي من وصلت انت كنتي مظلومه، جيتي تشكي زعما بدل روح نبدلو هادي ولا عفسه كيما هكا، رجعك انت هي الظالمه ورجعك انت هي اللي تدافع على روحك، وهو غادي اللي يزعف منك صحه. وانت مثلا كي يولي يزعف منك غادي يولي ما يهضرش معاك، انت تولي تقولي في قلبك باللي مازال ما راحش فاهمني، لازم لي نصحح على هذيك الفكره، ما خليش يخمم كيما هكاك، وما خليش يقول باللي تحاولي تصحي الموضوع، تحاولي تحلي سوء التفاهم اللي هو اصلا ماشي سوء تفاهم، اللي هو دايره بالعاني، واللي هو يتجاهلك. فهمتيني كيفاه؟ ولي يتجاهلك وشغل هكا تحلاله، كي يشوفك تي ديفوندي على روحك شغل تحلالك شغل هكاك شغل ما قدش نوصف لك. كاين امراض نفسيه رانا عايشين معاهم، ديروها غايه في بالكم باللي كاين ناس عندهم امراض نفسيه الله غالب، ما لا انا نفهمهم ولا الطب ما فهمهمش. كاين شي حالات الطب يعجز انه يفهمها وما لقاولهاش حل بتي. سما كي شغل كي يشوفك هكاك هو تحلالك، شغل يحس روحه هكاك، شغل حطك في المهرز وراه قاعد هكا يك، شغل هكا يكرازي فيك، شغل تعجبه هو، هذاك هو الحاجه اللي تعجبه. المهم هاد الناس حرزي روحك منه، حرزي روحك منه، حرزي روحك منه. هاد الناس تالمو هو تعيس من الداخل، وتالمو هو عارف روحه باللي ما عنده حتى قيمه اجتماعيه وما داير والو في حياته، ماشي خطرش الله غالب عليه، باسكو هو ما راحش حب. كاين فرق انك انت ما تحبش وعجبتك الحاله اللي فيها وقاعد دير اعدار وقاعد تكذب على الناس وقاعد دير في تخوبيت، وكاين انسان الله غالب عليه بصح هو باغيها عجبته. هاد الانسان تالمو هو تعيس من الداخل، وتلمو يعرف الحقيقة تاعه، تلقاه غير من قاع الناس، وتلقاه قاع العام يقول لك باللي راهي ضربتني العين، راهم حاسديني، راهم غايرين مني، فلانة قالت لفلانة عليا كذا وكذا، راهم مدينها مورايا، راهم متالبيني، غير باهي بيروحها باللي هو حاجة. كي تجي تشوفي انتيا شغل على واش يغيروا منك، على واش يحسدوك، ما تربية ما زين ما عقل ما عنده، على واش يخلو فلان وعلان وعلان ويحسدوك انت ولد الناس، فيق روحك شويه فيق. تلقاه كاع العام وهو كاع العام وهو محسود مسكين وضربته العين ويشكي، فاهمه كيفاه؟ المهم هذه حاجه. حاجه اخرى هي شغل كاين شي صوالح انا ما نبغيش نحكيهم معكم هنا، لانه كاين بنات صغار يتبعوها منا، شوالا غادي نسي نقولها بطريقه غير مباشره، الكبار تفهموها والصغار ديروا روحكم ما فهمتوهاش. كاين الناس عندهم دي فونتازم في عقل تاعهم، فهمتوني كيفاه؟ شوفي لا بغات بالزعقه يطيح لك يعايرك يقول لك كلمه رديها له من نهار الاول قطعيها صحه. كشغل وفهميه باللي ممنوع، ما كاش راني زعقه معاك ولا سي مون فونتازم ولا حاجه انا نبغيها ولا زعما رانا غانا لا ما تضحكش معايا في هذا الموضوع، خليني انا تشو نقول لك هذاك الكلام وشوفي كيفاش. ما يبغيش يضرها القلب نو، انت ما تقولي لاش ديك الهضره، عمري لازم هو يقولها باسكو هو يحبها، بصح انت ما عندكش الدروه تحبيها. ممنوعه هاد الامورات، يلا طمعك في كلمه رجعيها لها بعشره من هالاول حبسي عند حده، فهمتوني كيفاش؟ المهم مانيش باغي هاد الفيديو يجي طويل، مانيش باغي نطول عليكم. هذه هي اكثر الامورات اللي تبان في البدايه تاع العلاقه، هما كاين بزاف صوالح صحه شوالا تكتشفيهم مع الوقت، وانما انا ما حبيتش اني نعطيك كامل النصائح، حبيت نعطيك النصائح اللي تكتشفيهم في البدايه قبل ما تتطفر، يعني هاد الامورات هما اللي راح يبانوا لك في البدايه صح قبل ما تتطفر. المهم الا راكم باغيين نزيد نعطيكم نصائح اكثر قولوا لي، ماشي نصائح اكثر بليتو نشارك معاكم، نشارك معاكم يعني الامورات اللي في حياتي وكل شيء، قولوا لي نشارك معاكم. لا حابين ندير جزء ثاني لهذا الفيديو، راني ندير له جزء ثاني سينو شغل هادو هما، سينو شغل هادو هما الامورات اللي حبيت اني نحكي فيها. هذه هي اكثر الصوالح اللي بانوا مع البديع، يعني في بديه اي علاقه هادو هما اكثر الامورات اللي راح تلاحظيهم، ولما تلاحظي هاد الامورات في البديه تاع العلاقه عرفتي روحك وهربي صاي، ما تلعبيهاليش طبيبه نفسيه، ما تلعبيهاليش بلي تبغيه. ما كانش حب يجي من النظره الاولى، هذيك في الافلام ما كانش حب الناس راهي تحشق ماشي تحشق بلوتو، راهي تخطب وتعيش وتعاشر وتتزوج ويجيبوا الاولاد ويا ربي لا بغاو. حنا تالمو شعب مونك حنانة ومونك رومانسيه، اللي يحكي معانا ويعطينا شويه قيمه وكشغل ويعطينا شويه حنانة نحس روحنا نبغوه، باسكو حنايا محتاجين الحب. بصح الحب حاجه كاع وحده اخرى، الحب ماشي كيما هاك، الحب عشره،
الحب مواقف، الحب اللي ما يجيش كون ما تدابزي شتيويه وتقطعوا بعضاكم بعض، صح؟ ما تسميش غير حب، اللي يقولك دابزيه واللي يقولك بزاف 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 صوالح بعادك تقولي بلي انا نبغي فلان، ماشي غير روحو بغي، صاي هاد الهضره نهضرهم لكم عن تجربه يا البنات، ما نشجع نشكل عليكم. المهم نحبكم بزاف بزاف، تهلاو لي في روحكم، ما تنساوش ما تروحوا تشوفوا التخفيضات اللي راني دايرتهم لكم في الموقع، وقولوا لي واش هما الصوالح اللي راكم حابين نحكي عليها الموضوع الجاي، يعني واش هو الموضوع الجاي راكم حابين نحكوا عليه نحكي عليه، لانه راه تتلف لي بزاف، مانيش نعرف روحي شن نحكي في يعني واش ندير مواضيع، شن ندير فيديوهات كيما هكا. نحبكم بزاف، تهلاو لي في رواحكم، ونتمنى يا ربي كل واحده ولا واحد فيكم راه يشوف فيا ربي يرزقه انسان على حسب قلبه، انسان اللي هكا انسان يكون صريح معاك ما يخدعك ما يغدرك، انسان اللي يكون يقول لك خارج ربي عريانك سيك مع باله بوالو، فوالا هذه هي. نحبكم بزاف، تهلاو لي في رواحكم. منكم حاجه مهمه واللي هي شاهم مالا الصفات اللي موجوده في الرجل ولا اللي المراه لما تشوفها في الرجل تلفت روحها وتهرب، يعني كل وحده فيكم على حساب التجربه تاعها ولا على حساب واش سمعت من الناس ولا على حساب واش عاشت تشارك معنا هاد النصائح. يعني انا وحده من الناس راني نحكي لكم، لكن في الحقيقه انا شحال من خطره شغل مالغيري صراحه تكوني تعرفيهم بصح تزيدي تغلطي شغل كل مره غير نفس الحاجه بصح يخرجوا هذاك فيرسيون جديده شغل راهم يطوروا. تما انا نعطيكم نشارك معكم تجارب تاعي، نتوما ثاني شاركوا معايا التجارب تاعكم باسكو راني باغي نتعلم منكم، فهمتوني كيفاش نبغي نسمع النصائح تاعكم نبغي نتعلم منكم. فوالا هذه هي، نحبكم تهلاو لي في روحكم، وكانت معكم The Queen.